الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية 11 من الآيات القتالية في القرآن، أيضا في سورة التوبة: ويا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. طبعا هذه الآية أيضا فسرت خطأ، هي أيضا سورة التوبة وتتكلم عن من ذات الموضوع الذي تكلمت عنه الآيات السابقة، السياق مصدر وليس ضابط في التفسير، مصدر. نفس الآيات هي الدولة الرومية التي تهاجم المسلمين وتتفق مع أعراب المسلمين لأجل أن يغيروا على المسلمين ويدمروا الإسلام. فأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر، والآية عامة أيضا، يعني في كل زمان أمر للحكام، لحكام المسلمين: قاتلوا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، جيرانكم من الكفار. طبعا قاتلوا تعديا، لا أبدا، ولكن ردا لقتالهم. كل ذلك تحت الآية التي قيدت كل هذه الآيات: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فقاتلوا هؤلاء الذين يلونكم من الكفار، اعملوا حزام أمني حول دياركم، ما بيصير تتركوا هؤلاء الذين يقاتلونكم، أو حتى ما يقاتلونكم ولكن يكيدون لكم ويدبرون لكم ويتآمرون عليكم وهم حولكم في خطر أمني، اعملوا حزام أمني. وليجدوا فيكم غلظة. أما الآية في حينما، يعني السياق العام فيها هي لأولئك العرب الذين كانوا يتحالفون مع الروم لأجل أن يغيروا على، ويهيئون للروم لأن يغيروا على المسلمين، يعني كانوا يسمون الغساسنة، العرب الغساسنة وإلى آخره، اللي فيهن في شمال بلاد الشام. لكن الآية عامة في كل زمان ولكل حاكم، يجب أن تفعل حزام أمني ضد الأعداء حول بلدك، لا تسمح لأحد أن يتعدى عليك. اليوم الحزام الأمني يعني تقريبا 50 إلى 60 كيلومتر، حتى قذائف المدفعية اللي هي أكثر شيء 40 كيلومتر ما تصل إلى بلادك. هذا يعني من التدابير الأمنية التي تجريها كثير من الدول في حال كان الطرف الآخر معادي ويشن هجمات أو يشن حروب بين الفترة والأخرى. فهي مسائل عسكرية وأمنية، فما هل نقاتلهم لأنهم كفار؟ قال لماذا قال أنهم كفار؟ لأنهم كفار، يعني هم يعادوننا لكفرهم، لكن نحن لا نقاتلهم لكفرهم، هم يعادون لكفرهم ولكن لا نقاتلهم لكفرهم. هم منغلقون دينيا ولسنا نحن، هم يريدون أن يعيدوننا إلى الكفر ونحن لسنا كذلك، نريد أن ندخلهم في الإسلام قهرا، لا أبدا. فالآية إذن أيضا، هذه الآية واضحة. أيضا في آية 12 في سورة الحج قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما هي العلة؟ ظلموا ولا يحب كل خوان كفور، خانوا العهد معنا. 2 ظلمونا. 3 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجوني من دياري بس لأني قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، اضطهدوني دينيا، أخرجوني من دياري. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا أن فرض الله القتال والدفاع عن النفس والناس تدافعت مع بعضها لكان هدم الدين من زمن بعيد. إذا نحن ندافع عن ديننا، عن كياننا، عن إسلامنا من المعتدين، لا نقاتل لأجل أن ندخل الناس في الإسلام. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لولا أن هيأ الله من يدافع عن الدين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يعني هذا وعد إلهي وبشرى إلهية. أيضا الآية واضح فيها أن خيانة عهد، إخراج من الدين، ظلم، طرد من الديار، لذلك نقاتل الناس. طيب، أيضا في قوله تعالى الآية 13 من آية القتال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون.
هنا مسك الفقهاء، قال شوف أو يسلمون، إذن العلة هو إدخالهم في الإسلام. لا يا صديقي، لا يا صديقي، هنا الإسلام معناها الاستسلام وليس الإسلام، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقاتلونهم أو يسلمون، يعني يستسلمونهم، معنى الاستسلام يسلمون لكم الأمر، انتهى الموضوع خلاص، ما يكفون عن قتالكم، يستسلمون لكم، تمام. لذلك لما شو الدليل على ذلك؟ النبي ذهب إلى ديارهم، قاتلهم، استسلموا، عمل معهم معاهدات وبقوا مسلمين، انتهى الموضوع. يعني السيرة العملية، القرآن العملي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام يظهر أن الآية معناها يستسلمون وليس يسلمون، يعني يدخلون في الإسلام، تمام. لأنه لما الله عز وجل يريد أن يقول للناس ادخلوا في الإسلام يقول آمنوا، ما يقول أسلموا، تمام، آمنوا. فالإسلام هنا بمعنى الاستسلام، لأنه سياق الآية سياق حربي، قاتل أو استسلم، قاتل أو قال يسلمون يعني استسلم، سلم أمره خلاص. لذلك النبي ذهب إلى تلك البلاد، كل البلاد التي متاخمة للشام، بلاد الروم، عمل معاهدات مع كل القبائل هناك، وما صار أي حرب، وبقوا على كفرهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.